برضه هيقول لك انيموريت سي ان اس تيومرز. هيقول لك انيموريت سي ان اس تيومرز. ليه السي ان اس تيومرز مهمه؟ لانها برضه ما بتتالفش. ما ينفعش تالف يا عارف يا مش عارف. ده اول موضوع عندنا مهم ممكن يجي رتنا. السؤال الثاني اللي ممكن يجي رتنا المينينجيومر. المينينجيومر. السؤال الثالث اللي ممكن يجي رتن المقارنه بتاع الاستروسايتوما. خلاص يبقى عندي المينينجيوما والاستروسايتوما. الصفحه كلها مهمه. الصفحه كلها مهمه. ولو فكروا ان هم يجيبوا كيس زي اولاد في السي ان اس ما حصلتش قبل كده خالص. بس لو فكروا ان هم يجيبوا كيسز في السي ان اس هتبقى يا اما مينينجيوما يا اما استروسايتوما يا اما الميدلو بلاستوما بتاعت الاطفال. ميدلو بلاستوما في الصفحه اللي بعدها. لو فكروا يجيبوا كيسز في السي ان اس ودي عمرها ما حصلت في تاريخ عين شمس. ولكن لو حصلت وهتبقى يعني حدث تاريخي بالنسبه لكم فهيجيبوا يا اما مينينجيوما يا اما استروسايتوما يا اما ميدلو بلاستوما. خلاص؟ طيب يبقى اذا الميدلو بلاستوما في صفحه الاثنين دي برضو من الحاجات المهمه. ممكن تيجي سؤال ريتن عادي خالص. في صفحه ثلاثه السي اس الجدول بتاع المقارنه بتاع السبتك مننجايتس والاسبتك مننجايتس حته السي اس اف تشينجز. ايه التغيرات اللي بنشوفها في السي اس اف لو العيان عنده بكتيريال مننجايتس او لو العيان عنده فايرال تشينجز؟ الحته دي بس في الجدول. دي حته مهمه. واعتقد انها جت قبل كده. طيب. صفحة خمسة يا ولاد أنواع السيريبرال أنيوريزم جت انيوريت. جت قبل كده انيوريت ولكن ممكن تيجي مقارنة. السيريبرال أنيوريزم. دي المواضيع الأهم في السينس. معانا سكيلر النهاردة لا مش لا مش هرجع لسكيلر. سكيلر تو ذا كون برزنتيشن بس. يعني ما طيب سي ان اس تيومرز يا ولاد تعالوا نحفظ مع بعض او نفتكر السي ان اس تيومرز. هنقسم نفس القصه برضه بنفس الطريقه. هنقسم السي ان اس تيومرز الى ايه؟ الى برايمري لو عندي اورام طالعه من البرين او من السباينال كورد او طالعه من النيرفز برايمري يا اما ميتاستاتيك سكند زي البون. هنقسمها لبرايمري وايه؟ وسكند. هنبدا الاول بالبرايمري. بيقول لك ان مصادر الاورام في السي ان اس عندي عده احتمالات. الاحتمال رقم واحد ممكن يطلع الورم المننجيز اللي بره خالص. يبقى اسمه ايه؟ المننجيوم. طب ولو مليك ممكن يبقى في حاجه اسمها المننجيو ساركوما احيانا بيسموها المننجيو ساركوما. خلاص ولكن الكتاب عندكم ذكرها كمننجيوما وقال لك انها ليها كذا جريد فهي المننجيز يبقى مننجيوم. طيب يبقى ممكن الورم يجي من الايه؟ من المننجيز وده يعتبر سي ان اس تيومر. ده احنا كده بنتكلم في البرايمري ولا في السكندري؟ برايمري. بنتكلم في الايه؟ في البرايمري. قلنا ان ممكن الورم يجي في المننجيز طالع من المننجيز يبقى اسمه ايه؟ مننجيوم. او مننجيوم ساركوما. احنا قلنا المننجيوما لو فكروا يجيبوها يجيبوها كيس ممكن ممكن. طب لو المننجيوما جت بقى هيقول لك فيها ايه؟ هيقول لك في المننجيوما ان انا عندي بيشنت عنده انتركرانيال تنشن انكريز انتركرانيال بريشر ولقينا عنده ماس انتركرانيال ماس. كويس؟ من الحاجات اللي بتميز المننجيوم عشان تشخص يقول لك ان الماس ديت ويل ديفايند كابسوليتد اتاتش تو مننجيز. ويل ديفايند كابسوليتد لانها في الاساس بناين اتاتش تو مننجيز. خلاص؟ طب تعالوا نفتكر بقيه الفايندنجز في الجروس بيكشر. احنا قلنا المننجيوم تبقى راوند ممكن يا ولاد المننجيوم تبقى اكسترنال وممكن تبقى انترنال ممكن يبقى المننجيوم ممكن تبقى بره ممكن تبقى جوه. طيب شكلها تبقى راوند ويل ديفايند. بيقول لك من وكابسوليتد. من الحاجات المميزه في المننجيوما الكات سكشن بتاعها فاكرين؟ كان فيها ايه في الكات سكشن؟ هورن زي مين؟ الميوم ولونها نفس اللون جريش وايت. يبقى اذا ورم بناين شكله بناين خالص ويل ديفايند كابسوليتد جريش وايت هورن. طيب نيجي للمننجيوما تحت الميكروسكوب. طبعا لما شفنا سلايد اسمها مننجيوما حد فاكرها؟ كان ايه المميز في السلايد ديت؟ كان حاجتين مميزين صح؟ ده الهورلينج. كان في علامتين مميزين، كان في علامه اسمها هورلينج وكان في علامه اسمها سموما بودس. مين اللي انتوا شفتوها في العملي؟ الهورلينج. شفتوا النوع اللي فيه هورلينج ولا فيه سموما؟ مش
الاثنين. شفتوا النوع اللي اسمه ترانزيشنال؟ ترانزيشنال يعني ميكست، ميكست يعني فيها الاثنين. النوع اللي فيه هورلينج ده اولاد بيسموها ايه؟ بيسموها سنسيشيال. بيسموها ايه؟ سنسيشيال. يعني ايه كلمه سنسيشيال؟ سنسيشيال يعني ملهاش بوردر. وكان في تفاصيل خلايا واضحه، مفيش تفاصيل خلايا، انا شايف حاجات بتلف كده وخلاص. سنسيشيال يعني ليس لها سيل بوردر ولكن ليها باترن، ليها تنظيم هورلينج. يبقى النوع اللي عامل هورلينج اسمه سنسيشيال. النوع اللي فيه كالسيفيكيشن اسمه ساموميتس. النوع اللي فيه الاثنين اسمه ترانزيشنال او ميكست. خلاص. في عندنا نوع ثالث اسمه فايبروبلاستيك، انتوا ما شفتوهوش. فايبروبلاستيك ايه سموه فايبروبلاستيك؟ لانها شبه الفايبروبلاست، خلايا سبندر وفي كولاجين. جميع هذه الانواع الدكاتره بتعتبر بناين. تعتبر ايه؟ بناين. او ال WHO، عارفين ال WHO؟ اه. عملوها جدول، اللي هي منظمه الصحه العالميه عملوها جدول اعتبروها بناين. ولكن ده لا يمنع ان احيانا من الجيوما بتيجي في جريد 2، وجريد 2 بيعتبروها لوكالي مالجنانت، تعمل انفلتريشن. وممكن المينينجيوما تيجي في جريد 3، وجريد 3 بيعتبروها مالجنانت، على حسب الاتيبيا اللي موجوده في الخلايا. كل ما كانت اتيبيكال اكتر وفيها ميتوز اكتر وفيها انابليزيا اكتر، كل ما الجريد بتاعها عالي. ولكن معظم المينينجيومز شايفين اربع انواع تبع ايه؟ بناين. يبقى الغالب في المينينجيوما انها بناين. عشان كده لو جالك سؤال ام سي كيو رخم رخم رخم، هو هيبقى اسمه رخم، ان هو قال لك المينينجيوما از ايه؟ بناين ولا مالجنانت ولا لوكالي مالجنانت؟ وهو طبعا هما كل حاجه. فانت لو اخترت، لو خيرت ما بين الثلاثه، هقول انها ايه؟ بناين. خلاص؟ لان في غالبيه الاحوال بناين. طيب نيجي للموضوع اللي اسمه التيومر، بقيه التيومر بتاعت البرين. يبقى احنا قلنا رقم واحد منينجيوما، يقول لك ممكن يطلع اورام من المخ من الكونكتيف تيشو بتاع البرين. ايه الكونكتيف تيشو بتاع البرين؟ فايبرس ولا جلايال سيلز؟ جلايال سيلز. فالاورام دي يسموها جلايومز. يسموها ايه؟ جلايومز. ايه اشهر جلايوما بتيجي من المخ؟ اشهر جلايال سيل استروسايت، فيسموا الورم استروسايتوم. وده الموضوع الثاني المهم. تعالوا نشوف انواع الاستروسايت. يبقى الاستروسايت نوت جلايال سيلز ولكن نوت منينجيال ولكن جلايال. ايه بقى انواع الاستروسايت؟ موضوع بسيط جدا، الجدول ده مهم قوي وسهل جدا، ممكن يجي لك جدول مقارنه بهذا الشكل. بص يا اولاد، ال WHO، عارفين ال WHO؟ اه، منظمه الصحه العالميه. طيب بيقوموا عاملين جريدنج للاستروسايتوما الى اربع جريدز. استروسايتوما جريد 1 2 3 4. المينينجيوما كانت كام جريد؟ 3 صح؟ الاستروسايتوما 4 جريد. بص بقى معايا، بيقول لك ان الجريد 1، جريد 1 بناين، جريد 2 وجريد 3، جريد 2 لوكالي مالجنت، جريد 3 و4 يعتبروها مالجنت. خلاص؟ الجريدز بالترتيب 1 2 3 4. الجريد بيفرق معانا في السن والسايت. بمعنى ايه؟ يقول لك كل ما كان الجريد قليل، كل ما كان السن صغير، كل ما كان ابعد عن المخ. لان هم لقوا ان الجريد 1 بتيجي في الاطفال في السيريبيلم. الجريد 2 ممكن تيجي في الاطفال او في الكبار. سيريبيلم او برين. طب والجريد 3 بتيجي في الكبار برين بس. ده معناه ان هي في الاطفال بتيجي فين؟ في السيريبيل، وفي الكبار بتيجي فين؟ في البرين. لو دخلنا لجريد 4 يبقى خلاص كبار وبرين. يبقى تاني الاستروسايتوما جريد 1 السن ايه؟ تشايلد. المكان ايه؟ سيريبيل. جريد 2 تشايلد وادلت. المكان سيريبيلم وبرين. جريد 3 ادلت. المكان برين. جريد 4 ادلت برين. خلاص؟ ده بالنسبة للسايت والإيج. النقطة اللي بعدها الجروس بيكشر. احنا قلنا مين اللي بناين؟ 1 الوحيدة اللي شكلها راوندد ويل ديفايند كابسوليت. مش 1 دي بناين؟ أسترو جريد 1 بناين، يبقى مدور كابسوليت. ممكن تبقى سوليد أو سيستم. خلاص؟ الباقيين الريجولار ال ديفايند. بدأوا يعملوا انفلتريشن. ولونهم هو لون السرطان الكومن اللي هو جريش وايت. بس لو دخلت في المرحله الرابعه هلاقي مع اللون الجريش وايت بتاع السرطان بقى فيه لون اصفر نيكروزس واحمر هامج. يبقى في المرحله الرابعه بدانا نلاقي نيكروز وهامج.
خلاص ده بالنسبة للشكل. يبقى well defined rounded capsulated يبقى ده grade 1. الريجولار ال ديفايند كلهم جريش وايت كلهم نيكروزز وهيمرج اصفر واحمر دخلنا في جريد 4 تحت الميكروسكوب واساميهم. بيقول لك ان عندي في جريد 1 يا دكاتره تحت الميكروسكوب بشوف باي بولر استروسايت. باي بولر يعني ليه شعرتين كده. فقاموا مسمينها الخليه متفاير او الخليه مشعب بايلوسيت. يبقى النوع الاولاني سموه بايلوسيت. بايلو يعني شعر او ضفير. قال لك خلايا متفرقة بايلوسيت ولكن الورم هايبوسيلولر يعني الخلايا مش كتير ثلاث اربع خلايا كده وكل خلايا فيها ضفيرتين خلاص وبقيت راسها اربع خلاص. تعال ندخل في النوع اللي بعده. النوع اللي بعده اللي هو جريد 2 سموها ديفيوز فايبريلر. ليه سموها ديفيوز فايبريلر؟ يقول لك لان بقى عندي شعر كتير جدا اتشعلون منكوشه خلاص فايبريلر باك جراوند وبدات تبقى الخلايا بدات تزيد شويه. فالنوع ده بيسموه ديفيوز فايبريلر. بقى فيه فايبريلر بروسيسز اكتر خلاص وبدات تظهر شويه اتيبيا. اتيبيا ان الكلايه بدات تبقى وحشه الى حد ما. اتيبيا كبيره شويه غامقه شويه يعني بدات توحشنا. احنا دخلنا في الملك في اللوكال مالجنت اهو الدنيا بقت زحمه بقت هايبر سيلولر وبقت اتيبيا تظهر وبقت فايبريلر بقت شعر كتير جدا. انما دي كانت شعرتين بس باي كول. تعالى في النوع الثالث بيسموه اناكلاستيك. ليه سموه اناكلاستيك؟ بقى فيه انابليزيا يعني فبدا يظهر ميتوزس. زودنا على اللي فات بلس ميتوزس. يعني فيها فايبريلر بروسيسز باك جراوند فيها اتيبيا وفيها ميتوزس. هنزود ايه في النوع الرابع؟ النوع الرابع بيسموه جلايوبلاستوما. جلايوبلاستوما. هزود ايه في النوع الرابع؟ احنا كنا شايفين ايه في زياده بالعين؟ نكروزز. هزود ان بدا يظهر فيها نكروزز وهيموريدج وبيقول لك بقى فيه فاسكولاريتي عاليه جدا او عدوى كتيره. خلاص وخلايا السرطان بتلف حوالين المناطق الميته كده تعمل بانيسيدي. حتت كتيره بتموت ويحصل نزيف جوه المخ واوعيه دمويه زياده وخلايا السرطان تعمل بانيسيدي. ده الفرق ما بين انواع الاستوتوما. تعالوا نقوله تاني بسرعه. عندي كام جريد في الاستوتوما؟ اربعه. فور جريدز. جريد 1 اسمها ايه؟ بايلوسيتك. بايلوسيتك. ليه سموها بايلوسيتك؟ معاها ضفير. باي بولر سيل. شعر يعني. النوع الثاني اسمه ايه؟ فايبريلر. ليه سموها فايبريلري؟ لان في فايبريلاري باك جراوند شعر كتير قوي وبقت هايبر سيلر وفيه شويه اتيبي. النوع الثالث اسمه ايه؟ اناكلاستيك. فرق ايه عن اللي قبله؟ ان بقى فيها مايتوزس بقى موضوع التطور. النوع الرابع اسمه جلايوبلاستوم. فرق ايه عن اللي قبله؟ ان بقى فيها نيكروزز وهيموريج وفاسكولاريتي. مين من الاربعه بيجي في الاطفال؟ تايب 1 و 2. يبقى مين بيجي في السيريبيلم؟ 1 و 2. مين بيجي في الكبار؟ من 2 لحد 4. مين بيجي في البرين؟ من 2 لحد 4. خلاص ده الاستروسايت. يلا تعالوا نشوف قصه الميدالو بلاستوما. الميدالو بلاستوما طبعا الميدالو بلاستوما يا دكاتره هتبقى بيناين ولا مالجننت؟ الميدالو بلاستوما تعتبر امبريونيك تيومر. يبقى انا عندي من ضمن اورام المخ حاجه اسمها امبريونيك تيومر. امبريونيك تيومرز. اشهر ورم امبريونيك اسمه ميدالو بلاستوما. احنا خدنا يا اولاد امبريونيك تيومر اخره كلمه بلاستوما دي قبل كده. خدنا نيفاتو بلاستوما وفي نيفرو بلاستوما في العمل اللي هي الوالمس تيومر. يبقى امبريونيك. طيب كلمه امبريونيك تيومر يعني بيجي الامبري؟ لا ولكن بيجي لمين؟ للتشايلد اقل من 6 سنين. طب ليه سموها امبريونيك تيومرز؟ لانها خلايا بريميتيف صغيره امبريونيك سمول سيلز بتعمل حاجه اسمها روزيتنج. روزيتنج او سودو روزيتنج. روزيتنج تعمل زي الورد او سودو روزيتنج يلفوا مع بعض حوالين بلاد فيسل. دي بيسموها سودو روزيتنج. تعمل روزيتنج او سودو روزيتنج ولكن هي اسمها خلي بالك اسمها ميدالو بلاستوما. خد بالك من الحته دي. الميدالو بلاستوما لم تبدا في الميدالو. هم شفتوا على فكره جار اسمه ميدالو بلاستوما كان في الميدالو ولا في السيربيلم؟ السيربيلم. بيعمل الريجولار نيكروتيك فرايبل ماس في السيربيلم. ليه سموها ميدالو بلاستوما؟ لان كل العيال الصغيرين اللي ماتوا بهذا الورم ماتوا بسبب اختراق الميدالو.
انها لو طلعت من السيريبيلم تقوم خارمه الميدالا تموت فايتال سنتس. خلاص يبقى هي ميدالوبلاستوما بتبدا في السيريبيلم وبتعمل انفلتريشن، وطبعا سرطان خطير جدا فيتال لانه بيعمل انفلتريشن للفايتال سنتس. ده قصه الميدالوبلاستوما. الميدالوبلاستوما نديها جريد كام؟ 4 مليجنا. ده 4 على طول، ما فيهاش لا 1 ولا 2 ولا 3، هي على طول 4. خلاص ده قصه الميدالوبلاستوما. تعالوا الموضوع المهم اللي بعده في موضوع المينينجايتس يا دكاتره. لو عيان عنده التهابات في المينينجيز وبيقول لك التهاب المينينجيز سببه بكتيريا بايوجين او التهاب المينينجيز سببه فيروس، جميع التهابات المينينجيز بتعمل سي اس اف تشينز، سي اس اف اللي جوه المخ سيريبروسبايت سباينال فلويد بتغير في جميع حالات المينينجايتس. كميه السي اس اف بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يبقى في الحالتين الاماونت والبريشر عالي، ولكن لو جينا نحلل السي اس اف محتوياته في الحالات البكتيريال بلاقي البروتين جوه السي اس اف بيزيد ولا بيقل؟ البروتين بيزيد، عنده صديد وعنده فص صح؟ خلايا بتموت وبروتينات بتتكسر وعنده البروتين زايد. السيلز زياده، نيوتروفيلز وباسلز في بكتيريا، الجلوكوز بيقل. ليه الجلوكوز بيقل؟ لانه ميديا بتستخدم البكتيريا بتاكلها بتتغذى عليها. خلاص يبقى انا عندي كل حاجه بتزيد ولكن الجلوكوز بيقل. يبقى سي اس اف تشينجز في حالات البكتيريال مننجايتس، سي اس اف بيزيد، الضغط بيزيد، البروتين بيزيد، الخلايا بتزيد، الجلوكوز بيقل. طب لو العيان عنده فيرال مننجايتس سي اس اف يزيد، اماونت بتزيد، البروتين يزيد شويه مودرت او مايلد اماونت. ايه اخبار الجلوكوز؟ نورمال. عمركم سمعتوا عن فيروس بياكل جلوكوز؟ الفيروس الفيروس اصلا انتراسيلولر ما بيتغذاش على حاجه من بره، فالجلوكوز هيبقى نورمال. ومعظم الخلايا اللي هشوفها في المننجيز هتبقى نيوتروفيلز ولا ليمفوسايتس؟ ليمفوسايتس. ده الفرق ما بين الاثنين. خلاص؟ تاني سي اس اف الاماونت اخبارها ايه في الاثنين؟ بتزيد. البروتين في حالات البكتيريا بيزيد في باس، ولكن هناك مايلد خلاص او مودريت. السيلز هتزيد في الاثنين، بس السيلز في حالات البكتيريا نيتروفيل، والسيلز في حالات الفايرال ليمفوسايتس. ايه اخبار الجلوكوز في حالات البكتيريا المنجايتس؟ بيقل، البكتيريا بتاكل. ايه اخبار الجلوكوز في حالات الفايرال؟ نورمال، الفيروس ما بياكلش جلوكوز. خلاص ده الفرق. طيب الموضوع اللي بعده طبعا البرين ابسس، ده موضوع عملي يعني مش نظري خالص، بس لو قالك البرين ابسس سؤال صغير كده هيل باي هيل. الله لو في الاكيوت هيل باي، هيل باي كلايوزيس، كلايوزيس هيل باي كلايوزيس مش فايبروزيس. خلاص طيب انواع الانيوريزم يا اولاد، السيريبرال انيوريزم ده برضه حاجه مهمه. واحنا على فكره اتكلمنا عن الانيوريزم ده قبل كده لما نتكلم في الامراض بتاعت الفاسكولار ديزيز، قلنا الانيوريزمات انواعها ايه واشتغل. تعالوا نفتكر مع بعض مين الانيوريزمز اللي ممكن تيجي في البرين. السيريبرال انيوريزم يا اولاد عندي ثلاث احتمالات مشهورين جدا. اول طبعا كلمه انيوريزم معناها ايه؟ انيوريزم معناها ديفيوز دايليتيشن ولا فوكال دايليتيشن؟ فوكالي. فين ولا ارتري؟ ارتري. يبقى فوكال دايليتيشن ان وورد ارت. بيقول لك الانيوريزم اللي ممكن يحصل في البرين عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ممكن تبقى عيوب خلقيه في السيركل اوف ويلس، عارفين سيركل اوف ويلس؟ في عندي منطقه متشعبه داخل البرين عباره عن شبكه من الشرايين عامله تفرعات كثيره جدا، كل فرع مديني فروع بهذا الشكل. بسبب كثره التفرعات يبقى انا عندي مناطق بايفركيشنز بيحصل عليها ضرب جامد جدا من الدم، الدم بيكون جاي خبط في الرصيف. فبيقول لك المناطق دي في بعض العيال الصغيره تبقى كونجينيتالي ويك، عندهم مشكله في الميديا، ضعيفه ما فيهاش كونكتيف تيشو. فبيقول لك المناطق دي بسبب الضعف وبسبب البايفركيشن يحصل لها سويلنج، تبقى شكلها ساكولر او سفيريكال او بيري. بيري، يعني ايه كلمه بيري؟ بيري عامل زي الايه؟ زي التوت، زي الكريز.
دوائر كده خلاص. فبيقول لك ان الانيوريزم ده بيسموه كونجنيتال بيري انيوريزم. كونجنيتال بيري انيوريزم سببه عيوب خلقيه ديفكت في الميديا، مكانه سيركل اوف ويلز، انه حته بايفوركيشن، شكله ساكيولار او سفيريكال، ممكن يبقى سنجل او مقطع. خلاص ده الكونجنيتال، ده اول نوع من انواع السيريبرال انيوريزم. النوع رقم 2 من انواع السيريبرال انيوريزم بيقول لك طفل او شاب كان عنده مشكله اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكارداي. سمعتوا القصه دي قبل كده؟ عنده جلطات نظيفه ولا فيها ولا انفكتد، عنده جلطات انفكتد فيها بكتيريا، او مرض مناعي اسمه بولي ارترايتس نودوز، سواء مرض مناعي ضرب البلاد فيسلز الاوعيه الدمويه جوه المخ، شرايين جوه المخ بس اكبر شويه، اكبر من السيركل اوف ويلز. فبيقول لك يبدا يا اما الجلطات الملوثه تيجي تعمل انفكشن للغول تضعف الغول، يبقى عنده جلطه فيها بكتيريا، البكتيريا تشتغل على الجدار، الجدار يبقى ويك. عنده مرض اوتو اميون يشتغل على الجدار، الجدار يبقى ويك. فالجدار الويك جوه المخ يحصل له فانجيشن بهذا الشكل. فانجيشن. فيقوموا يسموه مايكوتيك انيوريزم، يسموه ايه؟ مايكوتيك انيوريزم. يجي لك سؤال لطيف جدا سهل جدا، يقول لك مايكوتيك انيوريزم از فانجل ولا بكتيريال ولا بارازيتيك؟ فطبعا انت هتشوف كلمه مايكوتيك وكلمه فانجل تقول الله، سؤال جميل قوي. هما سموه مايكوتيك عشان هو ايه؟ شبه الفانجل، شبه الفانجس، ولكن سببه مش فانجس، سببه ايه؟ ممكن يبقى بكتيريا، بكتيريا الانفكشن جوه الجلطه الملوثه، او ممكن سببه اوتو اميون. ليه سموه مايكوتيك او فانجل؟ لانه فانجيتنج لايك شكل الفانجس وليس بسبب الفانجس. خلاص ده النوع الثاني اسمه مايكوتيك انيوريزم. النوع الثالث المشهور جدا اسمه اثيروسكليروتيك انيوريزم، سببه ايه؟ اثيروسكليروسس. وبيجي غالبا الاثيروسكليروسس يجي في الشرايين الكبيره، يجي في الانترنال كاروتيد مثلا، انترنال كاروتيد حاجه كبيره شويه. والاثيروسكليروتيك انيوريزم لو تفتكروا كان بهذا الشكل، اسمه ايه الشكل ده؟ يوزي فور. خلاص وبيجي في لارج فيسل زي ايه؟ زي الانترنال كاروتيد. دي اشكال السيريبرال انيوريزم. اي انيوريزم في البرين مشاكله ايه؟ انه ممكن ما يفرقعش، ممكن يفضل يكبر، ولو كبر يعمل ايه؟ كومبريشن، ولو فرقع سيريبرال هامر. والدم اللي ماشي في الانوريزم لو ما فرقعش، الدم اللي ماشي فيه بيعمل تربلنس، يكون ثرومبوزس وكالسيفيكيشن. خلاص دي انواع السيريبرال انوريزم. كونجينيتال، سيركل اوف ويلز، سفيريكال، مايكوتيك بيجي عن طريق سب اكيوت وكولي ارثرايتس نودوز، وبيبقى فانجيتنج وايت، اثيروسكليروتيك لارج فيسلز، وبيبقى فيوزي والمضاعفات واحده. ماشي يا دكاتره، ده بالنسبه للايه؟ للانيوريزم. تعالوا نبص على الكيسز. يلا ممكن يجي كيس في السي ان اس، ما قلنا لو حصلت. بص على الكيس رقم 84. كيس رقم 84 يا اولاد، الكيس كلمتين في الكيس، كلمتين في الكيس، child و cerebellar mass. خلاص احنا في عندنا اولاد cerebellar mass تانية في الاطفال غير ال غير الاستوسيتوما، غير الميدالوبلاستوما، الاستوسيتوما. انه نوع من الاستوسيتوما اللي هي تايب 1. لو هو قال لك تشايلد وسيربيلر ماس مفتوحه كده، يبقى هو عايز الميدالو بلاستوما. لو قال لك ويل ديفايند ماس، ويل ديفايند ماس، هتقول له استروسيت. خلاص ما انا عندي اثنين ماسز بيجوا في السيربيلر في الاطفال، يا اما استروسيتوما، ودي لو جات لك كيس هيقول لك انها ويل ديفايند، ويل ديفايند راوند، ويل ديفايند. ها؟ مننجيوما؟ لا مش في السيربيلر. مننجيوما مننجيا. نوت سيربيلر ماس. سيربيلر يعني انسايد السيربيلر. خلاص؟ لو قال لك سيربيلر ماس كده وسابها مفتوحة كده، ما حددش انها ويل ديفاين، فهو عايزك تقول ميدالو بلاستو. طيب، لو قال لك ان عيان عنده برين ماس ولقينا في الميكروسكوب باي كولر سيلز، يبقى استوسايتوم. طب لو قال لك عيان عنده راوندد ويل ديفايند مننجيال ماس، تبقى ايه؟ مننجيوم. خلاص؟
هو مستبعد قوي ان هما يجيب لك كيس في السي ان اس يعني، ولكن دي الثلاث احتمالات اللي ممكن يجوا. طيب يلا بينا على الاندوكراين. ايه المواضيع اللي ممكن تجي لنا ريتن او كيس في الاندوكراين؟ المواضيع اللي ممكن تجي لنا كيس او ريتن في الاندوكراين، اول موضوع يا اولاد الاكيوت بانكرياتايتس. اول موضوع الاكيوت بانكرياتايتس. اول موضوع ممكن يجي كيس او ريتن في الاندوكراين هو الاكيوت بانكرياتايتس. الموضوع رقم 2 الموضوع رقم 2 كارسينوما في بنكرياس، بنكرياتي كارسينوما. مع العلم ان هما ما جوش قبل كده، بس دي مواضيع مهمه وممكن تيجي كيس عادي جدا، عادي جدا المواضيع دي تيجي كيس عادي خالص يعني، مش مشكله، دي حاجات مهمه وكومن يعني. يبقى اكيوت بانكرياتايتس وكارسينوما في بنكرياس. بالنسبه للثايرويد الهاشيموتو ثايرويدايتس، صفحه واحد في الثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس والجريفز ديزيز. جريفز ديزيز اللي هو في صفحه 2 جريفز ديزيز واخر موضوع الثايرويد كارسينوما. ثايرويد كارسينوما يجي لك كيس ويجي لك كومبير ويجي لك ميكس ويجي لك كل حاجه. ثايرويد كارسينوما. خلص الاذان وبعدين نكمل. لو كان اقتراحنا من الاول قبل ما نبدا كان اوكي، انما في ناس خلاص مظبطين امورهم على حاجات معينه ما ينفعش نعمل لهم السبب. بس هذا مهم، صح؟ هذا مهم. في ناس مرتبه جدول مذاكرتها بطريقه معينه، فعامل حساب ان هو هيجي في اليوم الفلاني هيسمع حاجه معينه. راجل طيب امسك هذا امسكيه كل الكلام ده لو جه يعني كل الباقي ده كله لو جه فيه حاجه يبقى امسك لو جه اصلا يلا شباب هذا اللي بتصير يعني كله ايه ده كله فشل سندروم والكلام ده بقيت الاندوكراين ده لو جه في حاجه يبقى امسك فيه لو جه في حاجه يعني هو اللي امسك فيه من المواضع اللي هي ايه ايه اللي امسك فيه يعني من المواضع اللي كلها الام سي كيو هو اصلا الشابترز اللي انا بشرحها النهارده دي كلها الطبيعي العادي انها بتيجي ام سي كيو اصلا يعني كل اللي احنا خدناه النهارده ده الاساس الاصل ان هو يجي ام اس كيو احنا خدناه النهارده ده خلاص قليل قوي لما بيجي في اسئله بس احنا بنقول برضه احتمالات لو ذاكرنا لو ايه
واحتمال ضعيف يعني. لا. طيب يلا يا شباب. طيب بص يا اولاد نبدا اول موضوع يا دكاتره مهم في الريتن في الـ في الـ في الاندوكراين. اول موضوع اندوكراين يهمنا في الريتن هو موضوع الاكيوت بانكرياتايتس. يا شباب في موضوع الاكيوت بانكرياتايتس حتى لا يختلط عليك المهم في اللي مش مهم فتنسى المهم وتفتكر اللي مش مهم. ركز معايا. الأكيوت بانكرياتيتس أكيوت بانكرياتيتس ليها عدة أسباب ولكن من كتر الأسباب أنت ممكن هتفتكر الأسباب اللي مش مهمة أصلا وتنسى الحاجات المهمة. فأنا مش هقول لك دلوقتي غير الأسباب المهمة وركز واحفظها كويس قوي لأنك لو نسيت الحاجات التانية مش هتفرق كتير خالص يعني. إنما لو نسيت المهم ده اللي هيلخصك. إيه الأسباب المهمة لسرطان البنكرياس؟ أشهر لالتهابات البنكرياس أشهر سبب يا دكاترة الأكيوت بانكرياتيتس عند المصريين هي الفصوات المهملة اللي موجودة في الجول بلادر. فاكرين انتوا كومبليكيشنز بتاعت الجول بلادر ستون؟ مش كان من ضمن المضاعفات انها تنزل لحد البنكرياتيك داكت وتسد البنكرياتيك داكت فيحصل ريفلكس الانزيمات البنكرياس على البنكرياس نفسه فيحصل اكيوت بانكرياتيتس. اشهر سبب في مصر عندنا للاكيوت هو الستونز الحصوات اللي قافله الداكت. خلاص؟ واشهر سبب عند اللي مش مصريين الالكون. يبقى اشهر سبب واشهر سبب للستوم واشهر واللي بعديه على طول الالكون. السبب رقم ثلاثة يا دكاترة سيرجيكال تروما. السبب رقم ثلاثة ايه؟ سيرجيكال تروما. دي اشهر ثلاث اسباب اللي ما ينفعش ننساها. ممكن بقى تنسى الفاسكولايتس تنسى الاذر كوزز التروماتيك تنسى الميكانيكال اوبستراكشن بسبب الميوكوفيسكويدوزز او الاوبستراكشن بتاع الدكت تنسى الفيرال انفكشن زي المامبس وخلافه. انسى اللي انت عايزه بس ما تنساش دول. خلاص فدول اهم ثلاثة الالكوهول الستور الالكوهول السيرجيكال تروما اشهر اسباب الاكيوت بانكرياتايتس. طيب لو حصل التهابات في البنكرياس طبعا الكلام سهل خالص يعني حصل اكيوت بانكرياتايتس الجروس بيكشر الميكانيزم ما يهمناش قوي بس الجروس بيكشر مهمه. اكيوت انفلاميشن يبقى السايز بتاع البنكرياس هيحصل انلارجمنت هيبقى ايديميك سو انلارجمنت وبيقول لك ان السوولن اللارج ايديميك سوولونه بيبقى ريد ده العادي خالص زي اي انفلاميشن في الدنيا. تيجي بقى شويه حاجات مش عاديه خالص الحاجات اللي مميزه برضه يقول لك ان هلاقي هيموريدج التهابات اصلا بتكلم في اكيوت انفلاميشن وهيموريدج عشان كده في ناس بتسميه اكيوت ايه؟ هيموراجيك بانكرياتايتس. طب هو بيحصل الهيموريدج ليه؟ يقول لك لان الانزيمز البنكرياتيك انزيمز اللي هي كتير هم انتوا عارفين في حاجه اسمها تريبسين واميليز ولايبيز وبروتييز بتكسر اي حاجه فتخرج على البلاد فيسلز اللي موجوده في المومنتم والبلاد فيسلز بتاع البنكرياس يحصل لها دامج يعني هلاقي اوراق دم متقطعه بيفرتك في نفسه وهلاقي نزيف في البنكرياس ونزيف في البطن بسبب البنكرياتيك انزيمز. خلاص يبقى في هامج. الحاجه الثانيه اللي مميزه برضه ان انا بلاقي على البنكرياس نفسه بلاقي وايت باتشز بلاقي كتل بيضة. كتل البيضة دي يا دكاترة عبارة عن صابون صابونيفيكيشن والصابونيفيكيشن ده سببه ان الكالسيوم مسك في الفاتي اسيدز. وانتوا عارفين لما بيبقى فيه عندي انزيم اسمه لايبيز لايبيز خرج من البنكرياس كسر الليبيد ليبيد الفات سيلز اللي موجودة في الاومنتم لما بيكسر الفات سيلز بيديك فاتي اسيدز ده في فاتي اسيدز كتير فاتي اسيدز بايند مع الكالسيوم اللي موجود في التيشو فيعمل لي صابون فعلا عمليه تصبن طبيعيه. يبقى انا عندي صابونيفيكيشن. الصابونيفيكيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن فات نيكروزس خلايا فات ميته بلس كالسيوم فيدينا وايت باتشز بقع بيضاء. تمام؟ ده المميز في الجروس. يبقى البنكرياس بيكبر سوولن ايديميتس بيحمر في هيموريدج. ايه سبب الهيموريدج؟ دامج بلاد فيسل بسبب الانزيمز وفي وايت باتشز. ايه هي الوايت باتشز؟ سابونيفيكيشن اللي هو عباره عن ايه سابونيفيكيشن؟ فات نيكروزس بلس ايه؟ كالسيوم. خلاص؟ ده اللي يهمنا في موضوع الايه؟ الجروس.
تحت الميكروسكوب طبعا بلاقي البنكرياتيك سيلز في نكروز، في طبعا شايفين طبعا خلايا ميته ده في نكروز، خلايا بتموت، اسينر جلاندز اسيناي او جلاندز صلاني كروزز بتموت، بلاقي في اكيوت انفلاميشن انفلاماتوري سيلز، بلاقي في هيموريدج، بلاقي في دامج للبلاد فيسلز واحيانا فيها ثرومبوزس، بلاقي في كالسيفيكيشن وفات نكروزز. كل اللي قلته في الجروس اقوله مايكروسكوبي، كلام سهل خالص مش مشكله خالص. ايه اهم علامه دايجنوستيك لو جات لك كيس؟ بيقول لك العيان اللي عنده اكيوت بانكرياتايتس اولا بيشتكي من ايبيجاستريك سنترال ابدومينال بين، عنده مغص هنا، ومغص البنكرياس بيسمع فين؟ للظهر، رادييتنج تو باك. يبقى انا عندي الم في البطن بيسمع على ورا. العلامتين دول ما يشخصوش يا اولاد اكيوت بانكرياتايتس خالص، ولكن لازم العيان ده اخد اعمل تحليل دم، اخد عينه من الدم واقيس انزيمز. مين الانزيمز؟ اميليز ولايبيز. خلاص يبقى يقول لك عيان عنده ايبيجاستريك ابدومينال بين ضارب في ظهره ولاقي الاميليز واللايبيز عالي. خلاص طبعا اخطر واهم كومبليكيشن للاكيوت بانكرياتايتس انه بيموت. وفي ايه كومبليكيشن بعد انه يموت يعني؟ طب هو يموت ليه؟ مكلف في مرض اكيوت انفلاميشن، ليه موت يعني؟ ليه الموضوع خطير قوي كده ويجي كيس وقصه ليه يعني؟ انه عنده ايه؟ هيموريدج، ما في انترنال هيموريدج بليدنج هايبوفوليميك شوك. يبقى اخطر كومبليكيشن فيتال بسبب الانترنال بليدنج. وبيقول لك ان ممكن يتكون جلطات في الجسم طبعا، مالتيبل ثرومبوزس، يعمل حاجه اسمها دي اي سي ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجوليشن، الاقي جلطات متعدده في عده اوعيه لان الانزيمز ماشيه في الدم وبتحفز عوامل التجلط ويبدا يحصل جلطات كتير في الجسم. ممكن العيان ده يدخل في كرونيكي اللي بفايبروزس، باظت وظيفه البنكرياس، ولكن اخطر حاجه الايه؟ الهيموريدج. طيب وطبعا بيحصل بقى لو حصل جلطات ملوثه، ممكن لو كون جلطات في الاوعيه الدمويه ممكن تاثر على ريسبيريشن، ريسبيراتوري ديستريس، تاثر على الكيدني، تيوبولار نيكروزز، تضرب الاورجانز كلها، مالتيبل اورجان فيلير. ماشي يا شباب، ده موضوع الاكيوت بانكرياتايتس. طيب عايز تقول لي تاني ايه اهم ثلاث اسباب للاكيوت بانكرياتايتس؟ سول، الكحول، سيرجيكال ثرو. في اسباب ثانيه فايرال وانفلاميشنز ومش عارف ايه. طيب جروس بيكتشر، المميزه اللارج، سوولن، ريد، هيموريدج، وايت باتشز. خلاص وكل دول موجودين تحت الميكروسكوب. التشخيص يشخص عن طريق اعراض وانفستيجيشن. الاعراض سنترال ايبيجاستريك بين راديت تو باك، والانفستيجيشن اعمل تحليل بالدم اميليز ولايبيز. خلاص طيب نيجي للموضوع المهم اللي بعده اللي هو موضوع الكانسر كارسينوما اوف بانكرياس. ايه اشهر اسباب سرطان البنكرياس؟ يقول لك طبعا انتوا عارفين سرطانات الجي اي تي والبنكرياس اكتر برضه في الميلز الرجال. يقول لك سرطان البنكرياس الدكاتره بيجي في الرجاله اكتر من الستات، ولكن انا والرجاله بقى اشهر الاسباب السيجاره والكاس خمره البنكرياس والجين اللي اسمه بي راس والكراس. السيجارة والكاس، سموكينج، الكحول، السيجارة والكاس، والتهاب البنكرياس، كرونيك بانكرياتايتس، والجين اللي اسمه كيرس. طيب يبقى دي اسباب الكانسر البنكرياس. بيقول لك الكانسر في البنكرياس بيجي فين؟ انتوا عارفين يا دكاترة البنكرياس في عندنا هيد وفي عندنا بادي وفي عندنا تين والقصص دي. بيقول لك سرطانات البنكرياس الموست كومن اللي بيجي في الهيد، بيجي في الراس. وسرطان البنكرياس اللي بيجي في الراس احسن من سرطان البنكرياس اللي بيجي في البادي والتيل. احسن ليه؟ لان سرطان البنكرياس اللي بيجي في الراس هيقفل البيليري تراكت او يقفل الامبولا يعني اللي في البايل مش هينزل. فلو البايل ما نزلش يبقى العيان عنده اوبستراكتيف جوندس، عينه هتصفر ويبان عليه اعراض. يبقى هتظهر اعراض بدري، نكتشفه بدري، ايرلي ديتكشن جود بروجنوزس. ولكن السرطانات اللي بتيجي في البودي والتيل سايلنت تيومر، ما بيعملش اي اعراض، سايلنت كده، لا هيموته في صمت مش هنعرف عنه حاجه غير لما يعمل متاسس، ديش اعراض خالص.
يبقى يقول لك مين الموست كومن؟ الهيدلس. مين بيتر بروجنوزز؟ الهيدلس. ليه؟ لانه سيمتوماتيك، هيدي اعراض اوبستراكتيف جونز. طيب المعلومه الثانيه، طبعا الجروس بيكشر عاديه خالص، الريجولار ال ديفايند ماس وكان الجروس ايه وهامش، مفيش حاجه مميزه في الشكل. ولكن تحت الميكروسكوب سرطان البنكرياس يا ولاد، بيقول لك عندي احتمالين، يا اما داكتل طالع من الدكت، يا اما اسينر طالع من الجلاند. يفكركم بمين الكلام ده؟ سيبني افكركم بمين. البريست كانت داكتل ولوبيلا. سرطانات البريست كانت اشهر ايه؟ المور كومن داكتل ولا لوبيلا؟ داكتل، وكذلك البنكرياس. فبيقول لك البنكرياتيك تيومرز معظمها داكتل. نوعها ادينو كارسينوما. مالجنت جلاندز ادينو كارسينوما. بس في حاجه مميزه دكاتره مهمه قوي في سرطانات البنكرياس وسرطانات الجول بلادر، البيلياري تراكت كلها مع البنكرياتيك داكت. بيقول لك مميز في السرطانات ديت انها دايما بيبقى فيها اكستنسيف فايبروزز، بلاقي فايبروس ديزموبلاستيك رياكشن عنيف جدا، فايبروزز ديزموبلاستيك رياكشن عنيف جدا. مش كده دايما السرطانات دي بتبقى صلبه ناشفه عامل زي البريست برضه. فبيقول لك السرطانات معظمها داكتل جلاندولار ادينوكارسينوما، ولكن فيها اكستنسيف فايبروس ديزموبلاستيك رياكشن. عايزكم تعرفوا حاجه مهمه برضو عشان بتيجي في الام سي كيو، بيقول لك ان التيومر ماركر بتاع سرطان البنكرياس وسرطانات القنوات المراريه والخارجيه والداخليه اسمه سي اي 19.9. ده اشهر تيومر ماركر، تيومر ماركر اسمه سي اي 19.9. دوت بيبقى بوزيتيف في سرطانات القنوات المراريه وقناه البنكرياس. يعني العيان اللي عنده كولانجيو كارسينوما، يعني ايه كولانجيو كارسينوما؟ سرطان قنوات مراريه خلاص، او عيان عنده بنكرياتيك كارسينوما في الدكت، هلاقي عندهم الماركر ده عالي في الدم سي اي 19.9. طيب الكيس لو جات لك يقول لك ايه بقى؟ هو ايه الاول الاعراض بتاعت الاكيوت بانكرياتايتس كانت ايه؟ عنده ايه؟ ابدومينال بين صح؟ طيب حلو، وهيقول لك الان عنده اوبستراكتيف جوندس، عنده ابدومينال بين ديد تو باك واوبستراكتيف جوندس، وهيجيب لك في الكيس كمان يقول لك وفي بانكرياتيك ماس، وفي بانكرياتيك ايه؟ ماس. خلصت خلاص، يبقى ده البانكرياتيك ايه؟ كارسينوما. طيب تعالوا ندخل في قصص الثايرويد، يلا نفتكر مع بعض شويه حاجات لطيفه كده. طبعا انتوا عليكم في الاندوكراين اللي في الثايرويد، هي الاساس اللي علينا والباقي كلام في الفاضي. الثايرويد يا اولاد عندنا حاجه اسمها هاشيموتوس ثايرويدايتس، والهاشيموتو اشهر نوع من انواع الانفلاماتوري انفلاميشنز في الثايرويد. لان الهاشيموتو مهم ليه؟ لانه اشهر سبب لايه؟ ليه الهاشيموتو مهم؟ اشهر سبب للهايبو ثايرويدزم، اشهر سبب للهايبوثايرويدزم. يبقى اول نقطه عايزك تعرف ان الهاشيموتو اولا المرض ده اوتو اميون، وطالما اوتو اميون يبقى ميل ولا فيميل اكتر؟ مور كومن ان فيميل. اول معلومه مهمه انه اوتو اميون. ثاني معلومه مهمه انه في الفيميلز اكتر. ثالث معلومه مهمه انه الموست كومن كوز اوف هايبوثايرويدزم. خلاص بعد كده المعلومات المهمه اللي باقيه اللي خدتوها في الميكروسكوبيك سلايد اللي شفتوه، ايه العلامات اللي كنا بنعرفها في الهاشيموتو ثايرويدايتس؟ كنا بنميزها بايه؟ ليمفويد فوليكل وليها جيرمينال سنتر. طب ايه اخبار الثايرويد فوليكل؟ اتروفي مش موجوده. طب هل في خلايا جديده بتبدا تتكون في الثايرويد؟ اسمها ايه؟ اسكنازي سيلز، او ليها اسم تاني هيرثل سيلز او اونكوسايتس. يبقى دي العلامات اللي بنعرف بيها الهاشيموتو، ان انا بلاقي لينفويد فوليكلز. ثلاث علامات مهمين جدا تبقى عارفهم عشان ام سي كيو، لينفويد فوليكلز والثايرويد فوليكلز اتروفيك، وبيظهر خلايا جديده اسمها اشكنازي سيلز او هيرثل سيلز، خلايا لارج اسيدوفيليك او اونكوسايتس. قلنا اعراض الهاشيموتو هتبقى ايه؟ هايبر ولا هايبو؟ هايبوثايرويدزم. ماشي يا اولاد، ده بالنسبه للايه؟ للهاشيموتو ثايرويدز.
طيب في عندنا موضوع اسمه جريفز ديزيز عكس الهاشيموتو. احنا قلنا ان الهاشيموتو كان اشهر سبب لايه؟ للهايبر. الجريفز هو اشهر سبب للهايبر رغم ان المرضين اوتو اميون. يبقى برضو الجريفز ديزيز اوتو اميون ثايرويدايتس. وطالما اوتو اميون يبقى مور كومن ميل ولا فيميل؟ يبقى فيميل. بس الجريفز ديزيز بيشتغل بميكانيزم مختلف. الميكانيزم بتاع الجريفز مهم. ايه بقى الميكانيزم؟ عندك اول كلمه اسمها تي اس اي. تي اس اي ده اختصار ايه؟ ثايرويد ستيميوليتنج اميونوجلوبولين، اجسام مضاده بتنشط الثايرويد. تاني كلمه اسمها تي جي اي ده اختصار ايه؟ ثايرويد جروس اميونوجلوبولين، اجسام مضاده بتكبر الثايرويد. يبقى انا نشطتها وكبرتها، نشطتها يبقى هتنتج ايه؟ ثايروكسين. عشان كده العينه دي توكسيك. وكبرتها يبقى هي جويتر. خلاص عشان كده المرض ده بيسموه برايمري توكسيك جويتر. برايمري توكسيك جويتر يعني غده كبيره بس نشيطه توكسيك وبرايمري. اللي بعدها اسمها تي بي ار ده ايه بقى؟ اللي هو تي اس اتش بايندينج انهبيتور. عارفين تي اس اتش؟ تي اس اتش بايندينج انهبيتور يعني ايه؟ يعني بيمسك في الريسبتور بتاع تي اس اتش، فتي اس اتش ما يمسكش. تي اس اتش بايندينج انهبيتور. احنا دلوقتي يا اولاد عندي ريسبتور واحد وعندي مفتاحين، مفتاح اصلي اسمه تي اس اتش ومفتاح مزور. المفتاح المزور مسك في الايه؟ في القفل بتاع تي اس اتش. هيروح فين؟ زي الاسم ده بالظبط كده. مش هيقول اسمه تي اس اتش بايندينج انهبيتور، هيمنع البايندنج بتاع تي اس اتش. طب انت لما مسكت في مكان التي اس اتش في الريسبتور عملت ايه؟ نشطت برضه. انا زي التي اس اتش اشتغلت على الغده برضه وكبرتها ونشطتها. تي اس اتش بايندنج انهبيتور. عشان كده المريضه ديت بيقول لك هو الفيميل المفروض يا اولاد ان الثايروكسين لما بيزيد، هوتو فلاش كده حراره. خليه بس معايا. بيعمل ايه في التي اس اتش؟ التي اس اتش بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. ليه بيقل؟ نيجاتيف فيدباك. كويس. فبيقول لك العيانه ديت عندها ثايروتوكسكوزس والتي اس اتش بتاعها مش هيقل بالمقدار اللي انت متخيل. انا عندي بايندنج بروتين موجود والتي اس اتش في الدم ما بيشتغلش ومتراكم ولا يعمل. يبقى انا عندي قلنا اول واحده التي الاولانيه كانت ايه؟ ثايرويد ستيميوليت. الثانية ثايرويد جروث. الثالثة ثايرويد سيموليتنج هرمون بايندنج انهبيتور. خلاص؟ والرابعة شوية تي سيلز يعني. عند أربعة. والرابعة شوية تي سيلز كده عشان نزوم المناعة. حبة تي سيل كده بإيه يحفزوا الدنيا ويسخنوا الناس. فيبقى عند أربعة تي. نزوم النور. نزوم الموجود. طيب. الجروث بيكشر في حاجة برضو خد بالك منها. احنا قلنا ان المرض له اسم تاني برايمري توكسيك جويتر، يبقى الجلاند بتكبر وما بتكبرش. كلمه جويتر يبقى كبير، ولكن هل هي اكستنسيفلي لارج ولا مايلد انلارجمنت؟ مايلد انلارجمنت. ليه ما بتكبرش قوي زي الجويتر العادي؟ لانها مش مخزنه الكولويد، ما عندوش كولويد متخزن. ليه الكولويد راح فين يعني؟ بتنتج ثايروكسين، هو تضخم منتج، فهو ما بيحوش جواه ماتيريال، مش حاجه متخزنه. هي بتكبر بس بسبب التنشيط الفاسكولاريتي الزياده والخلايا الزياده. لا مش هو ده جريفز. اللي انتوا كنتوا بتشوفوه ده اللي هو المالتي نودولار جويتر، ده مش جريفز، ده اللي هو مخزن كولويد. خلاص مش جريفز. طيب تحت الميكروسكوب يا دكاتره من الحاجات المميزه جدا المهمه بيقول لك ان انا عندي الجلانس او ثايرويد فوليكلز. ازاي ببقى متاكد ان عندي الجلاند تحت الميكروسكوب؟ ايه العلامه اللي بتقول لك ان الجلاند دي اكتف؟ حد فاكر؟ يقول لك ان انا هلاقي كميات الكولويد قليله. طب عرفت منين انها قليله؟ بيقول لك الاطراف بتاعت الكولويد فيها فقاقيع بيضاء، فيها كور بيضاء. طب الكور البيضاء دي معناها ايه؟ معناها ان الكولويد اتشفت بيتسحب. ما هو لما يتسحب يسيب مكانه فراغ ابيض، بيسموها سكالوبينج. دي اهم علامه.
يبقى السكالوبينج هو دليل الاكتيفيتي بتاعت الجلاند. ده معناه ان الجلاند اكتف اوتنتيك ثايروكس. وطبعا لما يحصل سكالوبينج يبقى الكولويد كميته قليل، فلاقي الجلاندز نفسها تبقى فولدد، تبقاش منفوخه قوي، فولدد بيتشفط منها الكولويد. طيب يقول لك ايه تفسيرك للليمفوسايتس اللي موجوده هنا؟ ليه في ليمفوسايتس في الاستروما؟ ليه فيها ليمفوسايتس؟ اميون شعوط اميون الليمفوسايتس موجوده بسبب الاميون رياكشن. فبلاقي الكواليتيز بروفريتد، اللايننج اثيليوم بروفريتد، كل حاجه بتزيد ولكن الكولويد بيقل لانه بيتشفط، فلاقي فيو اماونت اوف كولويد. الدليل ان في سكالوبينج، سكالوبينج يعني اثار الشفط موجوده في الاطراف بريفرنس سكالوب. والاستروما من بره فيها بروليفريشن وفيها ليمفوسايتس. ايه اخبار الفاسكولاريتي في الجلاند؟ بتزيد برضه، كل حاجه بتزيد. عملت نشط نمو الجلاند، كواليتي بتزيد، السيلز لايننج بتزيد، الاستروما اللي بره بتزيد، الفاسكولاريتي بتزيد. ايه الحاجه الوحيده اللي بتقل؟ الكولويد. وايه الدليل انه بيقل وبتشفط ومستخدم السكالوب؟ خلاص. طبعا الكومبليكيشن عند الفيميل هي اعراض الثايروتوكسيس. حد عارف ايه اعراض الثايروتوكسيس؟ كلام الفسيولوجي، ايه تاثير الثايروكسين على الميتابوليزم؟ بيزيد الميتابوليك ريت. الفيميل ديت بتبقى بتحس بايه اكتر؟ بيبقى كولد ولا هوت؟ هوتنس او فلاشنج. بيقول لك اخبار ضربات القلب ايه وشغل تاكي كارديا جي اي تي؟ بيقلل الموتاليتي ولا بيزودها؟ بيزودها. يبقى عندها دايريا. تدخن ولا تخس؟ تخس. ليه؟ ميتابوليك ريت عالي ولكن بتاكل كتير، مفجوعه وتخس. سبحان الله، انت سهل تقطع على طول. خلاص. يبقى عندها بوليفيجيا ولكن لوس اوف ويت. بس كل الكلام ده كلام فاضي، لان الكلام ده زي ما حطه في الفارما يتعالج بالادويه. الحاجه الوحيده اللي مش هتتعالج ايه بقى؟ بيجي لها اكزوفثالموس. اكزوفثالموس يعني الاي بول بيحصل لها بروكتيوجي. اعراض زياده الثايروكسين ممكن تقل، ممكن تختفي، ممكن تتعالج، ولكن الاكزوثالموس لا يعالج الا بالجراحه. ليه؟ لان الاي بول طلعت بره. ليه؟ بسبب ديبوزيشن اوف ابنورمال تيشو، في انسجه ترسبت في ريترو اوربيتال زقت العين، عشان تتعالج بيشيلوا الانسجه ديت. يبقى دي اهم مشكله عند الفيميل، الاكزوثالموس. خلاص، الباقي كلام فاضي. تعالوا بقى الأهم موضوع في الشابتر يا اولاد، ده اهم موضوع في الشابتر كله، اهم موضوع في الشابتر كله، اللي هو ثايرويد كارسينوم. ودي اهم كيس لو جالك كيس ثايرويد كارسينوم. اقول بقى بالتفصيل الثايرويد كارسينوم. اذا كنت طبعا شفتوا سلايد في العمل الثايرويد كارسينوم، شفتوا سلايد في العمل بابيلاري. البابيلاري هو اشهر نوع من انواع الثايرويد كارسينوما، بس ده في انواع اخرى. بص يا دكاتره، الثايرويد كارسينوما عندنا اربع انواع. بص يا اولاد، عايز اقول لكم معلومه مهمه. احنا كل الشباب اللي انا شرحتها النهارده زي ما قلت لكم الاصل انها تيجي ام سي كيو. خلاص؟ ولكن احنا احتياطا قعدنا نقول الحاجات اللي ممكن تيجي ريتن ايه، اللي ممكن تيجي كيس ايه، الكلام ده كله. موضوع الثايرويد كارسينوما اكتر موضوع بيجي فيه ام سي كيو فيهم كلهم. ليه بقى؟ لان عندك اولا هو كانسر ده كومن. الحاجه الثانيه ان كل نوع من الانواع فيه علامات كده مميزه بيحبوها جدا، علامات دايجنوستيك. فيقول لك النوع اللي فيه كذا يبقى ايه ويديك اختيارات، النوع اللي فيه كذا يبقى ايه ويديك اختيارات. كلام ام سي كيو كتير جدا. ولو فكر ان هو يجيب كيس صح في موضوع الاندوكراين هيجيب فكره في الثايرويد كانسر. خلاص؟ ولو حب ان هو يجيب لك مقارنه صح هيجيبها في الثايرويد كانسر. يبقى الموضوع ده بيجي فيه جميع انواع الاسئله. بيجي لك انيمريت، ويجي لك ام سي كيو، ويجي لك كيس، ويجي لك مقارنه. خلاص؟ وكلهم كومن جدا. طيب تعال نشوف بقى قصه الايه ثايرويد كارسينوما. الثايرويد كارسينوما يا دكاتره اشهر نوع عندنا اسمه بابيلاري كارسينوما ثايرويد، اسمه بابيلاري كارسينوما ثايرويد. يبقى اذا السرطان بيعمل حاجه مميزه جدا غريبه عن الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند الطبيعيه فيها بابيلي؟ ما فيهاش، هيقوم طالع فيها بابيلي، حاجه غريبه فسموه بابيلي. لان الثايرويد جلاند الطبيعيه فيها فوليكلز، يعني السرطان المفروض انه يبقى ايه؟ فوليكل كارسينوما اوف ثايرويد. يا اما السرطان يعمل اشكال خلايا وحشه يسموه انابلاستيك. سموها يا دكاتره؟ انابلاستيك. انابلاستيك.
الاخ الغير شقيق اللي هو جاي من ام تانية اسمه ميدالاري كارسينوما فايلوت. اسمه ايه؟ ميدالاري كارسينوما فايلوت، لان كلهم امهم اسمها فوليكولار سيل اللي هي الخلايا الاصليه بتاعت الفوليك اللي هي اللي طلعت الورم، الخلايا الاساسيه بتاعت الثايرويد كلهم طالعين من الفوليكولار سيل، ولكن الميدالاري طالع من الخلايا اللي بره الفوليكل اسمها بارا فوليكولار. سمعتوا عن خلايا اسمها سي سيل اللي هي بتنتج الكالسيتون وليس ثايروكس، فدي خلايا تانية خالص، يبقى ده مصدره مختلف تماما. دي الاربع انواع. اللي عايزك تعرفه نقطه مهمه، مين الموست كومن؟ اكيد اللي انتوا شفتوه في العمل لانه بيجي لنا كتير، فعشان كده عملوا لكم منه سلايدز. يبقى البابيلاري از ذا موست كومن. النوع ده فيري كومن ليه بقى؟ لان زمان كانوا بيعالجوا البنات اللي بيطلع لهم وحمات في الوش، عارفين الوحمه اللي مانجيوما؟ بنت جميله جدا صغنطوطه خالص طلع لها وحمه في وشها، طبعا اهلها شايفينها بنت اموره وحلوه طلع لها وحمه، قال لك لا ما ينفعش لازم نعالجها، لو وحشه مش مشكله بس هي حلوه وجميله فلازم نعالجها. فقال لك نعالجها ازاي؟ كانوا الدكاتره زمان المجرمين كانوا بيعالجوها بالراديو ثيرابي كانها مالجنت، وكان بيجيب نتائج جامده جدا، ممكن جلسه جلستين وتخف، ولكن بنعالج الهيمنجيوما ونضرب الثايرويد نطلع فيها كارسينوما. فكانوا بيعالجوا الهيمنجيوما اللي في الوش بالايونايزنج راديشن، تختفي الهيمنجيوما ويقعد الميوتيشن طفرات جوه خلايا الثايرويد، لما تكبر توصل 20 30 سنه تيجي على سن الجواز كده يطلع لها بقى ثايرويد كانسر. ده من علامه الجمال اكتر يا دكتور، ثايرويد كانسر. ايوه جويتر هذا يا دكتور؟ لا ده مش جويتر، ده كانسر. هو ده بابيلاري كارسينوما اشهر سبب الايونايزنج راديشن، خلاص، اللي كان بيستخدم في تريتمنت اوف هيمنجيوما، ده اشهر سبب. طيب الفوليكولار كارسينوما الانابلاستيك ممكن يجوا يا شباب بسبب ورم حميد اسمه ادينوما، او ممكن يجوا بسبب الجويتر. انه جويتر المالتي نودولار جويتر اللي انتوا شفتوه في العمل، اللي هو الفوليكلز اللي فيها كولويد كتير وعامله نوديولز والكلام، ممكن يحصل انها تقلب، ممكن، او ممكن البناين تيومر يقلب سواء ده او ده. الميدالاري كارسينوما مالهاش علاقه بالقصص دي خالص. الميدالاري كارسينوما بتيجي في متلازمه وراثيه خطيره سرطانيه اسمها من، يعني السبب بيبقى مالتيبل حاجه جينيتك اسمها مالتيبل اندوكراين نيوكليز. يعني ايه؟ يعني العيان ده مش مشكلته بس الثايرويد، مالتيبل اندوكراين، عنده عده اورام في عده غدد، تلاقي عنده فارا ثايرويد ادينوما، بنكرياتيك ادينوما، ميدالاري كارسينوما، سرطانات كتير في الجسم، فده متلازمه وراثيه بيطلع فيها عده اورام. يبقى دي بالنسبه للاسباب الشائعه لهذه الاورام. نيجي للجروس بيكتشر. ايه اللي بيميز البابيلاري كارسينوما جروس؟ انك لما تيجي تبص على التيومر هلاقي فيه سمول نوديولاريتي او جرانيولاريتي، الاقي ان التيومر جرانيولار او نوديولار. جت من ليه جرانولار او نودولار؟ ليه يعني؟ ليه؟ لانه عامل بابيلي، فالبابيلي هتبان بالعين جرانيولز صغيره. دايما الفوليكولار ادينوما ممكن او الانابلاستيك ممكن هما الاثنين يبداوا الاول ويل ديفايند وبعد كده ريجولار ال ديفايند. طب ليه بيبداوا ويل ديفايند؟ ليه دايما بدايتهم بتبقى ويل ديفايند بس؟ لان هما جم اون توب اوف ايه؟ ادينوما او اون توب اوف ايه؟ جويتر. يبقى اذا بدايتهم كانت حاجه مدوره بعد كده حصلت انفلتريشن. ولكن الميدالاري كارسينوما بالريجولار جيت ديفايند في الغالب، فهو ما فيش حاجه مميزه قوي في الجروس غير الحته بتاعت البابيلي اللي فيها نوديولات، الباقي كلام فاضي. الاهم في الموضوع كله هو المايكروسكوبيك بيكتشر والبروجنوزز، المايكروسكوبيك والبروجنوزز. طبعا انتوا حافظين البابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد حافظينها صم، وطبعا انتوا عارفين ان اي بابيلي ليها كور وليها ايه؟ وليها كفر، وطبعا انتوا عارفين ان اي كور في الدنيا بيبقى فايبروفاسكولار، والكفرنج في السرطان يبقى مالجنانت سيلز. طبعا لو اكتفيت بهذا الكلام في المايكروسكوبيك بتاع البابيلاري هتاخد صفر، لان الكور فيه حاجه مميزه لازم تتكتب، والكفرنج بيصير يعمل مالجنانت فيه حاجات مميزه لازم تتكتب. ايه المميز هنا؟ سموما بس. وايه المميز في الابيثيليوم اللي بره؟ نيوكليار فيتشرز، سبيسيفيك نيوكليار فيتشرز، اللي هم زي ايه؟ يقول لك زي النيوكليس تبقى فاضيه وبيضه يسموها كلير نيوكليس، او نيوكليس مشقوقه نصين جروب،
او نيوكليس منقطه راوند جلاس او انكلوجنز. خلاص دي اشهر الحاجات اللي بتحصل في النيوكليس. فيقول لك ممكن يجي لك سؤال في الام سي كيو يقول لك البابيلاري ثايرويد كارسينوما شوينج ويديك اختيارات ومن ضمنهم مثلا انابليزيا فريكوينت مايتوزز هايبر كروماتيك العلامات بتاع السرطان العاديه اللي انت بقى متعود عليها. لا مش فيش الكلام ده خالص, مش الكلام ده في البابيلاري كارسينوما. البابيلاري كارسينوما ليها علامات مميزه خاصه بيها هي بس سبيسيفيك نيوكليير فيشنز وبتشخص بيها. خلاص ده بالنسبه للمايكروسكوب. بالنسبه للبروجنوزز يا دكاتره في حاجه مهمه لازم عارفينها, ان البابيلاري كارسينوما بتنتشر اكتر عن طريق الليمف. يبقى السرطان ده بيروح للليمف اكتر, يعني هيكبر الليمف نود سيرفايكل. على فكره ممكن يجي لك الكيس كالاتي, يقول لك واحده عندها الريجولار او اسيمتريكال ثايرويد انلارجمنت اسيمتري, او مش هيقول لك ثايرويد على فكره, يقول لك نيك سويلينج. دايما بيجيبوها كده بتوع باثولوجي, يقول لك الريجولار او اسيمتريكال نيك سويلينج رقبتها ورمه بطريقه غير منتظمه, ولقينا اللارج سيرفايكال ليمف نود وخدنا بايوبسي من السيرفايكال ليمف نود. بص اللفه, خدنا بايوبسي منين؟ من السيرفايكال ليمف نود. ويقول لك في الكيس حاجه من اتنين, يا اما يقول لك لقينا فيها سيلز وذ كلير نيوكليا, او يقول لك لقينا في الليمف نود كالسيفايد راوندد بولز. خلاص يبقى ده ايه بقى؟ ثايرويد كارسينوما عمل انفستس للليمف نود وعلامات الثايرويد كارسينوما ظهرت في الليمف نود. المنوم النوع البابيلا اللي هو علاماته المميزه يا اما نيوكليير اوبتيكال كلير نيوكليس اهي, يا اما السموما بودس كالسيفايد في ممكن السموما تلاقي في الليمف نود تنتشر. هيقول لك ان في نيكسويل واللارج ليمف نود. انا كاتب الكلام ده في الكيس ده, وهتلاقي في الليمف نود احد علامات البابيلا يقول لك لقيت فيها سموما بودس او لقيت فيها كالسيفايد بودس او لقيت فيها سيلز وذ كلير نيوكليا. خلاص فده بالنسبه للبابيلا. نيجي للفوليكولر. الفوليكولر يا دكاتره ليه سموها فوليكولر؟ لانها فعلا بتعمل مالجنان فوليكلز. بس خد بالك من الحركه المهمه دي بقى, الكلام ده ممكن يجي ام سي كيو بقى. بيقول لك ان المالجنان فوليكلز في الغالب ما فيهاش فيتشرز اوف مالجنس. سرطانات الثايرويد على فكره رخمه يعني في التشخيص, مش عامله العلامات اللي احنا عارفينها الانابليزيا والهايبر كروماتيزم والكلام ده. طب يقول لك عرفوا منين انها فوليكولار كارسينوما؟ ده هي شكلها فوليكلز حلوه يعني نيوكليار فيتشرز. هقول له هتقول له امال هي ممكن فيها نيوكليار فيتشرز؟ لا مش دايما. تقول له طب هي هتكون ايه يعني شويه فوليكل زياده كده هيكونوا ايه؟ يقول لك ما ممكن تكون فوليكولار ادينوما, ممكن تكون فوليكولار ايه؟ ادينوما, ممكن تكون بنايم. اشهر سؤال ام سي كيو بيجي في الجدول ده يقول لك ازاي تديفرنشيت الفوليكولار ادينوما من فوليكولار كارسينوما؟ مين قال لك ان دي مش ادينوما؟ لان هما شكلهم زي بعض باي انفيجن, بفرقهم بالايه؟ انفيجن. يبقى الفوليكولار كارسينوما لا تشخص الا بالانفيجن. حط تحتها 100 خط لان الفوليكل في الغالب شكلها حلو. انفيجن لمين؟ لقيتها خرمت الكبسول تبقى مالجنا, خرمت الاستروما مالجنا, خرم البلاد فيسل مالجنا, تخرم اي حاجه كابسولار فاسكولار ستروما الانفيجن. خلاص وحشه جدا. وحشه جدا الفوليكولار على فكره, شكلها حلو بس هي وحشه لانها بتخرم, فهي الانتشار بتاعها بيبقى بلاد. امال البابيلاري بتنتشر ازاي؟ ليمف, انما دي بلاد دي هتروح بدري للدم, دي مش حلوه. نيجي للنوع الانابلاستيك, ما فيهوش حاجه مميزه مهمه خالص غير ان هو شويه انابلاستيك سيلز بليومورفيك سيلز, خلايا ريجولار خلايا لارج سيلز فيهم انابليزيا شكلهم وحش كلام فاضي يعني مش حاجه مهمه. النوع الميدالري فيه حاجات مهمه بقى. بيقول لك النوع الميدالري طالع من خلايا اسمها ايه يا ولاد؟ سي سيلز. والسي سيلز غير الفوليكولار سيلز, السي سيلز بتبقى خلايا كيوبويدال او راوندد عامله سوليد شيتس او جلاندز بهذا الشكل. بس برضه ما تقوليش يعني معلش انك هتشخصها بشكلها. في علامات دايجنوستيك مهمه جدا في سرطانات الثايرويد, ما تقوليش انك هتشخصها بشكلها, لا شكلها مش باين. ده كيوبويدال, ده راوندد, ده عامله سوليد شيت مش باينه, ما بتبانش انها سي سيلز خالص. ايه اللي بيعرفهم السرطان ده؟ المنتج بتاعه. بتنتج جنبها امايلويد, وده تاني اشهر سؤال كومن في الجدول ده.
في الام سي كيو. ايه اشهر سؤال كومن في الام سي كيو؟ افرق ازاي الفوليكولا ادينوما في كارسينوما. ايه السؤال الاشهر اللي بعديه؟ اشخص ازاي الميدالي كارسينوما؟ الاقي فيها ايه؟ امايلويد بروتين. الامايلويد دوت اللي هو المنتجات بتاعت السي سيل برو كالسيتون، بدايات الكالسيتون بيترسب ويعمل امايلويد ديبوزيت. خلاص؟ وطبعا الميدالي مش حلوه لان العيان عنده سرطانات ثانيه في الجسم. تعالوا كده نشوف كده العلامات الفاينكس مهمه ثاني اللي فيهم. يلا يا ولاد، مين الموست كومن؟ مين الموست كومن؟ البابيلاري. مين اللي بيجي من السي سيل؟ الميدالي. مين اللي فيه سموما بوديز وكلير نيوكليس؟ البابيلاري. مين اللي فيه امايلويد؟ الميدالي. مين اللي بيروح دايركت للبلد؟ الفوليكولار اساسا. مين اللي بيروح للفاتكس اكتر؟ البابيلاري. البابيلاري. يقول لك تفرق ازاي الفوليكولار ادينوما عن الكارسينوما؟ دي اهم ما في كده. يلا يا ولاد نشوف الايه الكيسز. عادي هعرفه بالكليرنيو. طيب الكيس يا ولاد رقم كيس رقم 77 بيقول لك فيميل والثايرويد انلارجمنت والجلاند كونتينز لينفويد فوليكل. يبقى لو جالك لينفويد فوليكل في الثايرويد يبقى التشخيص ايه؟ هاشيموت. ثايرويد فوليكل يبقى التشخيص هاشيموت. طيب قال لك لو في ميل عندها نوديولار ثايرويد، ركز في الحركه دي كده. بيقول لك في ميل عندها نوديولار ثايرويد، نوديولار ثايرويد مالتي نوديولار كونتيننج هوت اند كولد نوديولز. يعني ايه هوت اند كولد؟ سخن وسخن؟ لا يعني في نوديولز اكتف ونوديولز ان اكتف. الكلام ده يبان بالاشعه. التشخيص هيبقى مالتي نوديولار جويتر اللي انتوا شفتوه في العمل. مالتي نوديولار جويتر. الثيرويد بتبقى فيها مالتيبل نوديولز والنوديولز ممكن تبقى مليانه كولويد او تبقى فاضيه. خلاص؟ لو مليانه كولويد يبقى فيها خمول كولد نوديول. لو فاضيه يبقى فيها نشاط هوت نوديول. خلاص؟ بقول لك كولد اند هوت نوديول يبقى يقصد المالتي نوديولار جويتر. طبعا المالتي نوديولار جويتر لو جالك سؤال يسالك على المايكروسكوبيك اللي انتوا خدتوها في العمل. الاقي من الثايرويد نوديولار وفيها مالتي فوليكلز مليانه كولويد. ايه سبب الجويتر اصلا العادي؟ نقص الايه؟ ايدايد فيشنس، نقص اليود. خلاص؟ طيب الكيس اللي بعدها يقول لك فيميل عندها ثايرويد ماس وسيرفايكال لينف نود شوينج سموما بادي. طيب ايه؟ بابيلاري كارسينوما ثايرويد. في ميل عندها ثايرويد ماس وعملنا ايه الكلمه دي؟ اي اف ان اي سي ده يعني ايه؟ اي اف ان اي سي يعني مش فاين نيدل اسبيريشن اند سايتولوجي. يعني ايه فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي؟ يعني قاموا مدخلين ابره سرنج حقن عاديه خالص. قام مدخل ابره في الثايرويد وشفط. فلما دخل حقنه عاديه في الثايرويد ويشفط بيطلع خلايا، ما بيطلعش تيشو، بيطلع خلايا. فبيفحص الخلايا. فاين نيدل اسبيريشن اند سايتولوجي. هطلع خلايا بالابره وافحص الخلايا اللي فضحتها. فبيقول لك لما لقينا فاين عملنا فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي لقينا كلير نيوكليار. يبقى التشخيص بابيلاري كارسينوما. بيقول لك في ميل عندها ثايرويد ماس كونتيننج امايلويد. يبقى ميدالاري كارسينوما. وثانك يو فيري ماتش. سلام ان شاء الله يا اولاد جنرال. ان شاء الله ناخد الحاجات الاهم في الجنرال وهيبقى ان شاء الله في الوحده الساعه 8 ونص باذن الله. 8 ونص عشان الناس تلحق.